السلام عليكم. هنشوف هنا لاب عن اللامدا فانكشن. هتخش هنا جوه اي دبليو اس تكتب لامدا كده، هتدوس على لامدا هيطلع لك الايه اللامدا فانكشن. هنا هتقول له كرييت فانكشن. لما بتقول له كرييت فانكشن بيقول لك حط لي اسم الفانكشن، مثلا هنقول له مثلا تيست اكسس اس 3. احنا هنحاول ناكسس اس 3 باكيت. تمام. البروجرامينج لانجويج زي ما انت شايف عندك حاجات كتير قوي، اوبشنز كتيره، دوت نت وجو جافا بايثون. انا هختار بايثون 3.8. تمام. وفي سيتنجز تانية بس احنا مش هن البرميشنز هتحتاج هنا تعمل رول. تمام. الرول ده من حقه ان هو اكسس اس 3. يعني دلوقتي اللامدا فانكشن دي هتروح ترن كود، الكود ده هيروح مثلا يقرا من اس 3 باكيت. خلاص. علشان يقرا من الاس 3 باكيت لازم يكون مسموح له، عنده بيرميشن اي دبليو اس سامحه له ان هو يقرا من اس 3 باكيت. مش اي حد عايز يقرا من اس 3 باكيت يروح يقرا، لا لازم تعمل له. فانت ممكن تختار هنا، انا عندي رول موجود يوز اكزيستنج رول، اعتقد اسمه ايه اس 3 فول اكسس. هختار الرول ده كده، واذا في مشكله ممكن نبقى نخش نفتحه ونبص فيه عشان بس نبقى مركزين في الفيديو. احنا هنا بس مجرد ايه، ده بندي بيرميشن لللامدا ان هي تفتح الايه الاس 3 باكت. هقول له كرييت الفانكشن. تمام. لما بتكريت الفانكشن بيبقى عندك الفانكشن اهي اسمها تيست 3، وادي الكود بتاعك اهو بايثون كود تحت هنا. وهنا ممكن تعمل تريجر. احنا مش هنعمل تريجر في الاول، خلاص احنا هنخلي الفانكشن بتاعتنا بس بنتست اللامدا فانكشن. الفانكشن زي ما انت شايف اهي بتاخد اتنين بارامترز، حاجه اسمها الايفنت. تمام. والكونتكست. تمام. الايفنت ده اللي هو الايه، اللي هو اللي بيتريجر الفانكشن، اللي بيتريجر اللامدا فانكشن. زي ايه مثلا؟ اس 3 مثلا بوت، حد حط فايل على اس 3، ايه اللي بيحصل؟ الايفنت بيجي في شكل جيسون فورمات. الجيسون فورمات يعني انت مثلا هنا لو جيت التست ايفنت، بص ادي الايه الايفنت بيبقى بيجي بالشكل ده كده. ده كده تيست ايفنت عادي، كي وفاليو. تمام. طب لو انا عايز اشوف مثلا ايفنت جاي من اس 3، ممكن تيجي تقول له مثلا ايه هنا اكتب اس 3 كده، هتلاقي مثلا اس 3 بوت. بص ده الاس 3 بوت، او شايف بص عامل ازاي، ده ايفنت جاي من الاس 3. في بقى الايه البارامترز كلها بتاعت الايفنت، من ضمنه الاس 3، الباكت نيم، الاوبجكت نفسه، الكي اهو ده اسم الايه الاوبجكت اللي اتسحب من الاس 3. فانت ايه ده شكل الايفنت بيبقى عامل كده. احنا هنعمل تيست ايفنت عادي خالص، هنشيل كل الحاجات دي، كونفيجر تيست ايفنت، وهنشيل الكلام ده. زي ما انت شايف الايفنتس ايه حاجات كتيره جدا، كل الحاجات بقى اللي بتريجر ال الاس 3 بيبقى ليها شكل الايه، بيبقى ليها الشكل دوت. فاحنا هنشيل الكلام ده كله. هنشيله كده بنفسنا حتى ممكن. كيون فاليو بس كده، ده الايه الايفنت. تيست ايفنت خلاص ماشي. ده كده ايفنت عادي جدا، ده المفروض بيتريجر الايه الفانكشن. الفانكشن هنا ده البودي بتاع الفانكشن. تمام. ايه اللي هيحصل لما انت ايه ترن الفانكشن؟ هو ده الحاجات اللي ايه هترن هنا. فانا هقول له مثلا برنت هلو فيرست لامدا فانكشن. خلاص ماشي. يبقى انا كده ايه الفانكشن بتاعتي. لما بتخلص الفانكشن بتعمل ديبلوي
عشان يتسيف الفانكشن، الكود بتاعك يتسيف وتقول له تيست. قال لك هنا الاكزكيوشن سكسيدد وطبع لك اهو هالو فيرست لامدا فانكشن. طبعا دي فانكشن بسيطه جدا، بمجرد انها بتطبع كلمه ايه، بتطبع كلمه هالو خلاص. طب لو انا عايز الفانكشن بتاعتي مثلا تروح تقرا من اس 3 اهو، انا مجهز لك هنا الكود اهو، بتعرف هنا الاس 3 اوبجكت كونكتد على الاس 3، وبتعرف اسم الباكت بتاعتك تمام، وممكن نايتريت. تعال نجرب هنا نايتريت على الايه، واحده من الباكتس اللي موجوده من الاس 3 باكتس اهو. تمام ادي ايه، هنا انا هايتريت فور ماي باكيت اوبجكت ان ماي باكيت ماي باكيت دوت اوبجكت دوت اول، هيبتدي ان هو يبرنت الايه الكيز اللي جوه الاس 3 باكيت. الكيز ديت اللي هي ايه، اسامي الايه الملفات اللي جوه الباكيت. تعال نفتح هنا نعمل ده كده دوبليكيت ونكتب هنا اس 3 ونفتح كده الاس 3 كده. ناخد اي باكت من اللي عندنا، تعالى ناخد دي مثلا فيها ايه، اهي فيها بعض الاوبجكتس اهيت خلاص. هنروح جايين اخدين اسم الباكت كده وهنحطها عندنا هنا الباكت اهي، ده اسم الباكت تمام، وهو كده هيايتريت على الاوبجكتس اللي جواها ويبتدي يعمل لي برنت للايه للاوبجكتس ديت خلاص. مش عايز بقى برنت هلو ولا الحاجات دي، مش عايزين الكلام ده تمام. هقول له تيست ديبلوي الاول طبعا عشان اسيف، وتيست يا سيدي. قال لي في مشكله، نيم بوتو 3 از نوت ديفايند. انا هنا مستخدم لايبرري اسمها بوتو 3 ومن غير ما اعمل لها امبورت، فانا هقول له امبورت بوتو 3 تمام، وامبورت بوتو كور. بوتو 3 وبوتو كور دول لايبرريز اي دبليو اس عاملاها علشان انت تقدر تنتجريت مع ال اي دبليو اس انفراستراكشر من خلال الايه الكود بتاعك. فانت هنا دي لايبرري زي ما انت شايف اهو، جواها ميثودز اوريدي ديفايند بحيث ان انت تكونكت على الايه، على الديفرنت اس 3 الديفرنت اي دبليو اس سيرفيسز اللي موجوده. احنا هنا بنستخدم البوتو 3، بنستخدم ايه الكلاينت بتاع الاس 3، فاحنا بنكونكت على اس 3. تقدر ان انت تابلود فايل، تقدر ان انت تداونلود فايل، تقدر تعمل اي حاجه جوه الاس 3 من خلال الكود تمام. احنا كنا قلنا قبل كده عندنا ثلاث طرق بنأكسس بيهم اي دبليو اس، يا اما من خلال البورتال زي ما انت شايف اهو الجي او اي بورتال ده، يا اما من خلال الكود اللي هو الاس اس دي كي زي ما احنا بنشتغل دلوقتي من خلال البايثون، يا اما من خلال الايه الكوماند لاين، ان في تول اسمها اي دبليو اس سي ال اي تقدر ان انت تتعامل بيها مع الايه مع الاي دبليو اس انفراستراكشر بتاعتك خلاص. احنا حاليا بنستخدم الكود زي ما احنا شايفين دلوقتي كده مع بعض تمام. حطينا هنا اسم الباكت اهي خلاص، هيبتدي ايتريت على الاوبجكتس اللي جواها ويبتدي ان هو ايه يعرضها لي. هقول له تيست، في هنا حاجه مش عاجباه، لاين 3 طيب دوي. List object access denied. احنا حطينا هنا الايه، هو هنا دي حاجه ريليتد للرول، للرول اللي احنا حاطينه، فاحنا ممكن عشان نشوف نتاكد من الرول بتاعنا. ادي هنا البيرميشنز، تخش على configuration permissions
الرول نيم بتاعنا اهو اسمه S3 Full Access، ده الـ IAM رول. الو، طيب تعالى نزود له هنا S3. Add permission, attach policies, S3. في هنا ايه؟ S3 full access. اقول له ايه؟ attach policies. انا زودت له كده ان هو ايه بقى من حقه كمان ايه S3 full access. تعال نروح نرن الفانكشن كمان مرة. هنروح للكود بتاعنا ونقول له تيست. المره دي قال لي سكسيد ده اهو، وابتدى يعرض لي الايه الباكتس اللي موجود الاوبجكتس اللي موجوده في الوقت. يبقى كانت المشكله ان الرول مش ايه مش في بيرميشن ناقصه، عشان كده كان مديني ايرور في البيرميشن. تمام، ف لما صلحنا الايرور زودنا البيرميشن ابتدى يعرض لي الايه الاوبشنز اللي موجوده عندي، الايتمز او الاوبجكتس اللي موجوده عندي في الاس 3 اهي. تمام، ادي هنا الايتمز اللي موجوده عندي في الاس 3 باكت. طب لو احنا عايزين نشوف باكت تانية مثلا ايه في تعال نشوف الباكت دي كده فيها اوبجكت، فيها اوبجكتس. تعال ناخد اسم الباكت كده ونقول له اقرا لي المحتوى بتاع الباكت ديت. تمام، هقول له بقى ديبلوي، يعني بسيب الكود بتاعي وبقول له تيست. تمام، ادي ايه الحاجات اللي جوه الباكت كلها، كل المحتوى زي ما انت شايف اهو ابتدى يعرضه لي اهو. خلاص، كل الحاجات كل الاوبجكتس ابتدى يعرض لي الاوبجكتس بتاعتي كلها اللي موجوده جوه الايه جوه الاس 3 باكت، وقال لي الاكزيكيوشن هنا ايه سكسيدد اهي كده. يبقى انت كده ايه كله تمام، الفانكشن بتاعتك حصل لها رن مظبوطه. طب افرض انا عايز داونلود حاجه من الاس 3 باكت، هستخدم بقى ايه ميثود اسمها داونلود فايل. ممكن اداونلود وممكن ابلود، يعني تعالى هنا هنداونلود صوره معينه موجوده. خلاص اهي، لو جينا فتحنا اللامدا فانكشن كده وعايز ادونلود صورة. تمام، اهي الباكت، وادي الكي اللي هو الاوبجكت اللي عندي، وادي الداونلود باث اللي هو الباث اللي عندي اللي هسايب فيه الاوبجكت. تمام، وهقول له داونلود داونلود فايل، هيداونلود من الباكت اللي اسمها اهي اسم الباكت، وادي الاوبجكت اللي هو الفايل اللي انت عايز تعمله داونلود. تمام، وادي الايه الباث اللي هو انت هت ايه هتداونلود فيه عندك على الايه اللامدا فانكشن هتداونلود فيه. يعني انت بيبقى عندك فولدر هنا اسمه سلاش تيمب. الفولدر اللي سلاش تيمب ده انت هو ده الفولدر اللي انت بتحط فيه الايه الملفات اللي انت بتعمل لها داونلود. ماشي يا جماعه، خلاص تعالوا كده هقول له ديبلوي، وهخليه بعد ما يخلص هنا يكتب برنت ايه سكسس. تمام، هقول له تيست، سوري نسيت اعمل ديبلوي، اعمل ديبلوي. اهو سكسيد. تمام، وطبع لي كلمه سكسس، معنى كده ان هو عمل داونلود مظبوط. طيب تعالى ممكن نجيب صوره من على النت، حتى ايمج جي بي جي مثلا. مثلا تعالى ناخد صورة النمر ده. ونعمل سيف ايمج از. تمام، تعالى بقى نروح نرفعها على S3 مثلا اللي عندنا.
مثلا ناخد نرفعها على هنا مثلا اهي اد فايل، اروح على الداونلودز واروح اجيب صورة النمر صديقنا ده اسمها فوتو اهي اسمها اهو تمام، هقول له ايه ابلود تمام. كده خلاص انا عملت ابلود للايمج، عملت لها ابلود في الايه في الاس 3 باكت ديت. انا هقراها بقى من الاس 3 باكت دي اهي، تعالى نقراها من هنا داونلودها كوبي هحط الباكت هنا اهي تمام. والصورة اسمها ايه؟ داونلودز، فين الداونلودز؟ داونلودز تمام. ادي الكي اهو، ماشي ادي كده الايه الصوره انا هداونلودها، وبعدين هروح اعمل لها بعد كده ابلود على ايه على اس 3 باكت تانية كنترول و سي هروح مثلا هنا دي بدل دي مثلا هروح ابلودها على ايه على اس 3 باكت تانية. خلينا نخلي السطر ده دلوقتي كده، يبقى انا كده هروح هقرا الصوره ديت واعمل لها داونلود، فهروح اعمل ديبلوي واعمل تيست. انا كده ايه قال لي سكسيدد تمام، بيقدر ان هو يقراها تمام. تعالى بقى نروح ايه نابلودها على اس 3 تانية. انا عندنا هنا نختار مثلا اس 3، نختار انهي واحدة، نختار مثلا دي كده واقول له ابلود على الاس 3 دي وهتسميها اي اسم اللي هو مثلا ايه تايجر دوت جي بي جي. يعني انت هتروح تقرا ال الصوره تمام، وهتروح ان انت ايه تعمل لها ابلود على ال اس 3 باكت الثانيه اللي هي اسمها سكيورتي كورس باكت، ماشي. فهعمل ديبلوي، المفروض ان انا بعد ما يخلص اروح ابص على سكيورتي كورس باكت الاقي ايه في صوره اترفعت اسمها ايه تايجر دوت جي بي جي. المفروض لو انا عملت هنا ريفريش كده ادي الصوره اهي تمام، زي ما انت شايف الصوره اهي. ف تقدر ان انت ايه تعمل لها داونلود. ادي صورة التايجر اهي، وتفتحها كده هتلاقي صورة التايجر بتاعنا اهي. يبقى انت تقدر بالكود تقدر ان انت تتعامل مع different اس 3 different اي دبليو اس سيرفيسز، مثلا تداونلود من اس 3 تابلود لاس 3 تمام. تقدر ان انت يجي لك ايفنت مثلا اي او تي ايفنت، تقدر ان انت تروح عامل على اساسه اكشن معينه. بتنفع جدا الموضوع السيرفر ريس ده في الاوتوميشن. انا بس بوريك اكزامبل بسيط جدا ازاي تتعامل مع اس 3، بس الاكزامبلز واليوز كيسز بتاعه الاي دبليو اس لامدا لا حصر لها ولا عد، كتيره جدا جدا جدا. تقدر ان انت تعمل بيها حاجات كتيره قوي، تقدر ان انت
تنتجريت. يمكن كمان لو حد دور على الانترنت على اليوز كيسز بتاعت اللامدا فانكشن كتير جدا جدا جدا. ده بس كده انترودكشن بسيطه، طبعا في حاجات كتيره جدا جوه الاي دبليو اس لامدا، بس انا بديك فكره وانت بقى ايه اكمل بحث وتعلم وايه وزود في الموضوع. يلا سلام عليكم.